بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عندنا ان شاء الله النهاردة حل الامتحان رقم 3 من 5 امتحانات نزلتهم لنا وزارة التربية والتعليم عبر الموقع الالكتروني بتاع كتاب المعاصر او الامتحان، الاتنين حاجة واحدة. يعني عند القطعة الاولى بيقول لي فيها ما جراند فامي، عائلتي الكبيرة. أول حاجة هنا بيقول لي aujourd'hui je vais te présenter ma famille، النهاردة أنا هقدم لك عيلتي. Je m'appelle César، اسمي سيزار، et j'habite à Paris، وساكن في باريس، avec mes parents، مع آباء الاتنين، ma soeur أختي et mon petit frère، أخويا الأصغر. Je suis lycéen، أنا بكون طالب ثانوي. Mon père est journaliste، والدي بيكون صحفي. Ma mère est professeur، أمي بتكون مدرسة. Ma soeur va au collège، أختي بتذهب إلى المدرسة. Elle aime dessiner، هي بتحب ترسم. Mon frère، أخويا، va à l'école première، بيذهب إلى المدرسة البروميير الابتدائي. Il sait jouer du violon، هو بيعرف يلعب على الكمانجا. Comme un grand artiste dans sa chambre، كفنان كبير في غرفته. Pendant les grandes vacances، أثناء الأجازات الكبيرة، nous allons à la campagne، نحن نذهب إلى الريف. Chez mes grands-parents، عند أجدادي. Mon grand-père، جدي، nous adore، بيعشقنا نحن. Et nous offre، بيقدم لنا de nombreux cadeaux، العديد أو الكثير من الهدايا. Ma tante Agatha habite près de chez eux، يعني عمتي أجسة بتسكن قريبا منهم، من أجداده يعني. بارفوا، أحيانا، ما جرامير جدتي لانفيت بتدعوها au déjeuner، إلى الغداء. Elle vient avec son mari et mes cousins Sébastien et Félix. بيأتوا أو هي بتأتي مع جوزها وأولاد عمي سباستيان وفيليكس. Nous passons de bons moments à jouer à la pétanque et nous promener ensemble dans le jardin. إحنا بنقضي وقت لطيف أو أوقات لطيفة في لعبة، بيلعبوا لا بيتانك اللي هي لعبة الكرات الحديدية، وكمان بنتنزه سويا في الحديقة. Enfin، في النهاية، l'après-midi، بعد الظهر. Ma mère et moi، أمي وأنا، faisons de vélo، بنركب عجل، dans les champs. تعال نشوف الأسئلة. السؤال الأول بيقول لي هنا dans ce document César، في هذه القطعة أو النص، الواد سيزار ده كان بيعمل إيه؟ يبقى se présente et présente sa famille، يعني يقدم نفسه ويقدم عائلته. اللي بعده عندي هنا بيقول لي لوبير دو سيزار اي جورناليست. طبعا هنا لا سور دو سيزار فا او كوليج، بتذهب الى المدرسه. عندنا هنا سباستيان وفيليكس اي سيزار سون، بيكونوا اولاد عم، يبقى كوزان. La mère de César، يعني والدة سيزار، بتحب إن هي تركب عجل، اللي هي فير دو فيلو. عندي السؤال الأخير، السؤال الأخير هنا بيقول لي لو فرير دو سيزار جو دو فيولون دون سا شامبر، في الغرفة بتاعته. تعال نشوف القطعة التانية. عندنا هنا في القطعة التانية بيقول لي لو ديريكتور دو ليسي فيكتور هوجو، يعني مدير مدرسة فيكتور هوجو، بوز سيت كيستيون، طرح هذا السؤال، او بروفيسور، إلى المدرسين، بوندون، أثناء إن رونيون، اجتماع أسامبلو، في مكتبه. قال لهم تو سو باس بيان افيك فوز إليف، كل شيء مر بخير مع التلاميذ. أربعة أجابوا. عندنا هنا مادموزيل مادلين، بروف دو بيولوجي، مدرسة أحياء، قالت لو بروميير جور بلوزيور إليف، اليوم الأول العديد من التلاميذ، سون أريفي أون روتار، وصلوا متأخرين. باسكو لا سيركولاسيون أيتي ديفيسيل، لأن حركة المرور كانت صعبة. مي لو لوندومان، يعني اليوم بتاع الغد أو اليوم اللي بعده، توس لي زيليف زون أيتي ألور، وصلوا في الموعد. Monsieur Nicolas، بروف دونجلي، مدرس انجليزي، بيقول certains، يعني بعض التلاميذ، sont un peu
بريون كانوا مزعجين. Et d'autres élèves وبالبعض الآخر semblent calmes كانوا هادئين. Mais dans l'ensemble لكن في العموم toute la classe كل الفصل a envie de étudier كان ملتزم أو بحاجة إلى أن يدرس. هنا بيقول لي مادموازيل سيلين بروف دو فيزيك بتقول سي بارفي ده بيكون رائع توس لي زيليف سون اوبيسونت يعني ده شيء رائع ان كل التلاميذ يكونوا مطيعين. إلي كوت بيان هما كانوا بيسمعوا جيدا ان كلاس ال سون اتونتيف كانوا منتبهين الريسبكت لرجل دو ليكول واحترموا قواعد المدرسه. الشخص الاخير مسيو جاك بروف دو او بي اس مدرس العاب بيقول malheureusement معناها للأسف la plupart غالبية التلاميذ déteste faire des exercices physiques بيكرهوا يعملوا التدريبات البدنية اللي هو تتنطط في المكان ترفع ايدك نزل ايدك كده. بيقول je crois que انا اعتقد ان quelques essayent de pratiquer de sport كلهم بيحاولوا يلعبوا رياضات زي الفوت والهاند والفولي. Mais tous les élèves n'aiment pas le judo. لكن كل التلاميذ بيكرهوا يلعبوا الجودو. نشوف الأسئلة بتاعتنا. سؤال أول بيقول لك سيت سيكون أليو هذا المشهد وقع فين؟ وبرو دو ديريكتور في مكتب المدير. السؤال الثاني بيقول لي فيكتور هوجو اي لو نوم دو ان ليسي اسم مدرسة. مسيو نيكولا اي السيد نيكولا بيكون مدرس للانجليش. هنا بيقول لي دابري مادلين من قبل السيدة مادلين توس لي زيليف سون اريفي لو دوزيام جور في اليوم التالي كل التلاميذ وصلوا في الموعد يبقى كلمة الور. هنا بيقول لي مسيو جاك فوا كو يرى ان توس لي زيليف ديتيست كل التلاميذ بيكرهوا رياضة الجودو. السؤال اللي هنا بيقول لي سيلون مادموزيل سيلين من خلال مادموزيل سيلين هل غالبية التلاميذ كانوا مطيعين ولا كلك ليفسون بعض ولا توس ولا توس لي زيليف سون اوبيسونت؟ لا هي الأخيرة كل التلاميذ. هنا بيقول لك بليزير يعني الكثير يعني في شوية ما كانوش ملتزمين. طب كلك يعني معناها بعض يعني في شوية ما كانوش. طب هنا inobeyant اللي هي غير مطيعين، لا طبعا هي الأخيرة اللي تنفع لأن هي هنا قالت كلهم كانوا مطيعين وملتزمين. نروح على السيتواسيون المواقف. الموقف الأول vous demandez à votre ami أنتم تطلبون من صديقكم le passage piéton. يعني إيه passage piéton؟ ممر مخصص للمشاة. سي كوا؟ ده بيكون إيه؟ طبعا c'est une rue pour les بيتون طريق مخصص للمشاة. السؤال رقم 4 بيقول لي vous parlez de vos activités quotidiennes وخلي بالك بدو مارك بدرجتين اتكلموا عن انشطتكم الكوتيدين يعني اليوميه بس امتى لو متى يعني صباحا. ينفع اقول انا انام مبكرا ده مش في الصباح انا بتغدى ده مش انشطه يوميه بس. طب انا اذهب الى السينما لا فتقول je me lève et je vais au lycée انا بنهض وبذهب الى المدرسه. بعد كده بيقول لي vous demandez à votre ami انتم تطلبون من صديقكم اي لون هو يفضله ماذا هو يقول؟ سؤال سهل قوي فيقول j'adore le jaune انا بعشق الاصفر. ستة dans un magasin vous demandez le prix de un accessoire في محل انتوا بتطلبوا سعر الاكسسوار تقولوا سعر القلم ولا الاستيكة ولا كومبيان كوتسو بخسلي لانه سأل عن اكسسوار كم سعر او كم تكلف هذه الحظاظة. عندنا هنا السؤال رقم 7 سؤال مهم جدا وبدو مارك. السؤال هنا بيقول vous demandez à votre copain si elle n'aime pas les animaux qu'est-ce qu'il dit. وعلى رأي واحدة كانت بتقول لي مستر الفرنساوي ده أنا هلمه قبلها بيوم واحد. أنا من موقعي ده بقول لها لأ كفاية على الفرنساوي ساعتين قبل الامتحان وخلاص ما تتعبيش نفسك. طيب السؤال ده رجالة هنشتغل فيه على أكتر من تفصيلة فركز معايا شوية. نبدأ الأول نستبعد الخيارات اللي ما تنفعش. أول حاجتين نستبعدهم في السؤال ده هما سي ودي. تقول لي اشمعنى يا مستر؟
اقول لك لان هنا في جملة في الاجابتين دول عوض عن المفعول اللي هو الحيوانات بضمير مفعول غير مناسب، لانه كان المفروض يعوض عنهم بليه. واضحة؟ واضحة. طيب نرجع بقى للجزئية بتاعتنا الاولانية. كنا بنقول لو عندنا سؤال منفي احله ازاي؟ اول حاجة شيل علامة النفي الاولى والتانية، اقرأ السؤال في حالة الاثبات. انتم بتطلبوا من زميلكم اذا هو بيحب الحيوانات، ماذا هو يقول؟ احتاج بقى من الاتنين دول اجابة توافق السؤال، وبالتالي الاجابة الوحيدة هي اللي تنفع اللي هي اه. يبقى يقول لك سي جو ليزادور، مش عايزين نفقد ولا درجة في الفرنساوي يا اخوانا، نركز شوية. وانت ياما مش ساعتين ولا حاجة قبل الامتحان بساعة، ابقي لمي. نشوف اللي بعده. السؤال ده بيقول لي فوتر امي فو انديك، صديقك بيشير لنشاط الحكم المدرب. المدرب بيعمل ايه؟ يبقى ايه الانترين لجوار، بيدرب اللاعبين. طب ايه الاوبسيرف ليزابيتر، بيلاحظ الحكام؟ لا. نبدأ هنا في الجرامير. بيقول لي تي باس شي لو فلوريست، الفلوريست ده عاقل وهو بيطلب نفي جزئي، العاقل ينفى دائما بنو بيرسون. السؤال رقم 10 بيسأل عن نوعية الاسم، وأنه اسم الاسم ده كلمة كابيتال مؤنثة والراجل حط قدامها المحدد، خدنا كل اللي بعده. هنا محتاج احط ضمير مفعول. طب دي جملة أمرية، طب أمرية ايه؟ أمرية مثبتة. طب والضمير هنا هيأتي ايه؟ قبل الفعل، وبالتالي تو ما تنفعش. طيب هل في هنا حاجة دلت على الاحترام عشان احط فو؟ لا مفيش، شيل. طيب هل سو دي تنفع؟ لا، الامر اصلا ما بيجيش الا مع تي والنول فو، والسو دي بتيجي مع ال ومفيش امر مع حد غايب، خدنا تو. يبقى نو تو ليف با او ديرنيير مومون. طيب هنا محتاج فعل مصرف مع تي نهايته اس او اكس، خدنا بو. بيقول لي هنا ماريون امال ماريون بيشعر بألم جان دروات بساقه اليمنى، ساق مؤنث بتنتهي بأو، خدنا الا. هنا جملة مهمة برضو رقم 14 بدو مارك، بيقول لي فيها دون لا فيل في المدينة On trouve toujours du bruit. نحن نجد العديد من الضوضاء والتلوث. فحط نقط وقال لي بعدها La vie ne s'arrête jamais. الحياة هناك لا تتوقف أبدا. بور يأتي بعدها المصدر. Pourquoi لا تأتي إلا في جملة سؤال. A cause do يأتي بعدها اسم فقط، اللي يجي وراها جملة كاملة كلمة بارسكو. طيب هنا بيقول لي لو في دون ليكوري، مين اللي بيعيش في الايكوري الاستابل؟ يبقى طبعا لو شوفال. طب ممكن تجيبها بطريقه تانية؟ اه، الكلمه الوحيده هنا اللي مفرد مذكر هي شوفال. طب فاشت مؤنث فتاخد لا، طب بربي نعجه تاخد لا، طب كان يعني بط ذكر بط، لا ما تنفعش خلاص. هنا بيقول لي جلاس ايس كريم بوي ثم جو لاغوتي ماما، عايز يقول لها الايس كريم بتاعك انا عاوز ادوقه، فلما يكلم مامته يكلمها ب فوتر كاحترام، يبقى فوتر جلاس الايس كريم بتاعك ثم انا عايز ادوقه، او انا عايز ادوق الايس كريم بتاعك. طيب نشوف اللي بعده. هنا بيقول لي سيفل لو ديبو دو ماتش، مين اللي بيصفر على بدايه المباراه؟ يبقى كي سيفل، بنسال عن عاقل هنا. عندي هنا في الجمله رقم 18 بيقول لي كومبيان دو افي فو ابورتي بابا، الجمله اللي انت شايفها قدامك الناس كانت بتقعد تلوم لما انا كنت بشرح تبعيه الافار ويقول لك مش مقرره، انت ليه بتشرح حالنا؟ طيب اتفضل يا باشا، دي كده امتحانات الوزارة اللي منزلها اهي، وجايب لك سؤال على تبعية افوار، وشرحتها انا في الامتحان اللي فات بالتفصيل. فكنا بنقول اقدر اخد تبعية اذا كان المساعد افوار في حالات معدودة،
أولهم إن أنا يبقى عندي استفهام بكومبياندو، تاني حاجة إن المفعول يكون بيسبق الفاعل، كل ده موجود. طيب تبعية أفوار بقى فين؟ شايف الإس الزيادة دي؟ دي التبعية بتاعت أفوار، بتأتي بناء على إيه؟ على المفعول. وبالتالي هو هنا حط تبعية إس، عايز أختار واحدة من الأربعة اللي قدامي تكون جمع مذكر بس. كلمة جم مؤنثة، كلمة استيلو هي الإجابة الصح، كلمة راجل مؤنث، كلمة تروس مؤنث. عرفت ليه أنا بتعمد دايما أدخلك الامتحان بمعلومة زيادة مش ناقصة؟ عشان لو جالك حاجة زي اللي أنت شايفها قدام سيادتك دي. تعال نشوف اللي بعده. هنا بيقول لي آدم دون لكلي أسونبير، آدم أعطى المفاتيح، المفاتيح إلى والده. الجملة الثانية عايز يعوض عن المفاتيح وعايز يعوض عن والده. طيب لو أنا عندي جملة بتحتوي على مفعولين، المفعول المباشر يأتي أولا والمفعول الغير مباشر يأتي ثانيا، وبالتالي عوض عن المفاتيح بليه وعوض عن بابا بالوي، فيبقى ب هي الصح، مفيش أسهل من كده. بنوصل هنا للجزء الخاص بالمقالي. أول حاجة الإيميل بيقول لك ساليو، جاوب عليه بنفس الكلمة وقول له ساليو. السؤال الأول كومبيان دو روبات بريون بارجور، حفظتها لك مليون مرة فقلت لك جو بران، أنا باخد كده تروا روبا بار جور. أكيلور تي بران لو ديجوني، في أي ساعة أنت تأخذ الغداء؟ هقول جو بران لو ديجوني، وقول هنا الغداء، يبقى مثلا ديزور الساعة 2. هات اللي بعده. طيب عندنا هنا في الموضوع او السوجيه بيقول لي اكريفي ان ميل، اكتبوا ايميل ا فوتر امي فرونسي، الى صديقكم الفرنسي، بور لوي بارلي، عشان تكلموه، بوركوا لماذا، فوتر ايكيب ناسيونال فريقكم الوطني، اغانيه فاز لو ماتش فينال دو مونديال بالمباراه النهائيه في كاس العالم. عايز تكتب في الماضي، اكتب في المضارع، اكتب اللي يريحك. اول حاجه كده هنقول ان اللاعبين تدربوا جيدا قبل المباراه، فهنقول لي جوار سونترين بيان افون لو ماتش. طيب نقطة، هنقول بوندون لو ماتش، أثناء المباراة، بوندون لو ماتش، هقول هم كانوا بيمرروا بسرعة ال باس فيت لو بالون. طيب هقول كمان هم لم يرتكبوا الكثير من الأخطاء، فنقول ال نو في، لا هتبقى بقى ال نو فون عشان هنا بنصرف مع الإلفك إس، فنقول ال نو فون با بوكو دو فوت، يعني اخطاء. طيب وهقول كمان ان هم لعبوا بجماعيه، الجو كولكتيفمون، فنقول كده ال افيك اس الجو كده كولكتيفمون، يعني هم لعبوا بجماعيه. نقول ايه كمان، برضو قبل المباراة واثناء الماتش مش عارف ايه، هقول كمان
قطعوا خطة المدرب فأقول هما ال obéissent كده او ان تي لو بلان دو جو، يعني قطعوا خطة اللعب. بس خلاص ما تكترش اكتر من كده يعني. طيب كده بنكون انهينا الامتحان رقم 3. في شوية تفاصيل حلوة في الامتحان وافكار جديدة حاول تطلع بيها من الامتحان ده. يلا مع السلامة واشوفكوا في الامتحان رقم 4.